السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بغيت نقدم معكم واحد الكيكه طبقات اللي هي بمقادير بسيطه. كاين الحفله ديال المدرسه وقلت نصايبه البنات علاش لا ما نشاركهاش معكم. باش ما نطولش عليكم غادي ندوز لكم نيشان طريقه التحضير. المهم المقادير ما فيهاش بزاف، كتجي ساهله وبسيطه. بسم الله، ناخذ هنايا ثلاثه البيضات، ناخذ زيت، ندير معاهم هنايا قفيصه ديال الملحه، عندي هنا كاس ديال السنيده، هنا من بعد ما حركت مزيان دخلت داك السكر مع البيض، هنا عندي كاس مع مرش ديال الزيت، حنضم زيت الدجاج مني كاس الحليب، هنا عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو بس ما ضروري نغلب الهواء، الكيكه ديالنا راه كتجي زوينه كتجي رائعه. واهم ما فيهاش مقادير بزاف وما كتاخذش زعما ما كتطلبش مجهود وما كتخلاش تطلب زعما الوقت بزاف. نتمنى ان شاء الله تشوفوا معايا الفيديو حتى للاخر وان شاء الله تعجبكم. غادي ناخذ الكاس ديال الدقيق، الكاس الاول قد ما ترى مغربي، كاس ثاني غنبقى نديرو بالتجبيش. الثاني ضروري تبقاو ديروه بالتدريج، شوفوا القوام اللي غادي تعطيكم. هنا درت جوج كيسان ديال الدقيق، ما ديال الناس باقي خاصه شويه، غادي نزيد واحد شويه ديال الدقيق. هنا بنات درت قل من نص كاس ديال الفورس،
هانتوما البنات كيفاش كيجي القوام ديالها، كتجي ما ثقيلاش وما خفيفاش. خديت المول ديالي، خديت هذا اللي كيتحل، فرشت ليه المول دهنته بالزبده، ما انا ما درتش ليه الدقيق، درت ليه غير الزبده وفرشت ليه الوراق الزبده غير على حساب الجوانب باش ما يسيحش ليا. الكيك ديالنا هيا البنات، من بعد ما كبيت الكيك ديالنا هنايا غادي ندخلها الفرن، يكون مسخون من قبل على درجة 180 حرارة تقريبا واحد 25 دقيقة. هانتوما البنات الكيكة من بعد ما دازت 25 دقيقة، هيا كتجي زوينة وكتجي رطبة. غادي نحطوها تبرد، نخلوها تبرد على جنب، غنديرو نصايبو الكريمة، نديرو فيها كاس ديال الحليب، ثلاثة المعالق ديال السنيدة، ونسكر على حساب الذوق، نديرو معاها واحد الفانيليا. هنا عندي كريم باتيسير، جوج معالق كبار ديال كريم باتيسير، نخلطو المكونات مزيان، نديرو فوق النار يغليو ونرجع معاكم. هانتوما البنات راه مكنزقاوش عليها من التحريك حتى تعقد لينا، ضروري البنات تبقاو تشحال. المهم البنات هنايا من بعد ما طفيت عليها النار غادي نزيد عليها معلقة ديال الزبدة، ندخلو انا غادي ندخلو هاد الثلاجه ان شاء الله باش تبرد ونديرو الطبقه الثالثه ان شاء الله. نصايبو البنات دابا الطبقه الثالثه، نديرو هنايا كاس ديال الحليب، نزيدو عليه جوج معالق د السنيده، نديرو معاهم البنات معلقه كبيره ديال النشا، جوج معالق كبار عامرين، نحركوه مزيان على النار، هاي هنا بدات تعقد ليا. اهم حاجه البنات ما تسقوش الا من التحريك ضروري. هنا طفيت البوطه وغادي ندير مربعات ديال الشوكولا، تقدروا تعوضوها بدانيت. هنا الطبقه الاولى هي الطبقه الثانيه بردات لينا، نزيدو على الطبقه الثالثه، ضروري تشد لكم الطبقه الثانيه راسها مزيان عاد تزيدو الثالثه باش ما تميلونجيش ليكم. سرحوها غادي ندخلها تبرد الطبقه الثالثه ونرجعوا ان شاء الله باش نزينوها. هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وشي تعليقات زوينه ديالكم والاشتراك. البنات هكذا كتجي، راه كتجي مذاق ديالها زوين وبسيطه البنات، ما فيهاش شي مكونات صعاب. بسلام عليكم البنات في الفيديو القادم ان شاء الله.